حضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي حكايات آدم وحواء. كلنا بنتعرض لضغوط في حياتنا، ضغوط شغل، ضغوط مشاكل، ضغوط مادية عاطفية واجتماعية. المشاكل بتحاصرنا من كل اتجاه، ولكن هل أحيانا بيصل البعض إلى مرحلة الانهيار؟ أنا مش قادرة أحل مشاكلي، مش قادرة أوصل لحل مع الطرف الآخر. هل أحيانا البعض بتهون عليه حياته ومستقبله والناس اللي بيحبهم ويفكر في التخلص من حياته؟ حلقتنا النهاردة عن الحماية من الانتحار. بعد أيام قليلة هندخل في شهر سبتمبر، وشهر سبتمبر هو الشهر العالمي للحماية من الانتحار. إحصائية منظمة الصحة العالمية بتقول إن في 800 ألف شخص ينتحرون سنويا حول العالم. عربيا مصر بتحتل المرتبة الأولى في حالات الانتحار، فهي الأولى عربيا، يليها بعد كده السودان ثم اليمن والجزائر. تتصاعد تكرار حوادث الانتحار في مجتمعنا المصري في الفترة الأخيرة بشكل لافت. هو لم يتحول إلى ظاهرة فعلية، ولكن الرقم فيه تصاعد، والأخطر من ذلك هو الانتحار علنيا عبر منصات السوشيال ميديا. للأسف أصبح الانتحار لايف. عشان كده النهاردة هنتكلم عن أسباب الانتحار وطرق الحماية منه مع ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستوديو. معانا الأستاذ محمد إسماعيل النائب السابق بمجلس الشعب، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورنا. معانا أيضا الدكتورة رانيا إبراهيم أخصائي الصحة النفسية. أهلا رانيا جمال، عفوا يا فندم، أخصائي الصحة النفسية، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضراتكم. طيب بداية هنبدأ مع الأستاذ محمد إسماعيل. حضرتك يا فندم ليديز فيرست يا فندم، ليديز فيرست، خلاص يا فندم، خلاص يا فندم، يبقى نبدأ من اليمين ونبدأ من الدكتورة رانيا. منورانا دكتورة رانيا. هنبدأ مع حضرتك وهنقول حضرتك سمعتي عن إحصائية منظمة الصحة العالمية، إيه رأيك في الأرقام دي وهل هي صحيحة؟ هي صحيحة بالفعل، وسبحان الله ده اللي أنا كنت هبدأ بيه، لقيت حضرتك فعلا بدأتي بيه، دي حقيقة جدا وده كنت ناوية أقوله. فأنا أبدأ على طول إن أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الإحصائيات دي صحيحة جدا، إحنا في علم النفس عارفينها كويس جدا، عارفين إن مصر هي بتحتل أكبر نسبة من نسب انتحار سنويا، وده ناتج للظروف النفسية والظروف اللي شايفينها اللي بينتحروا إن هي ظروف مادية واقتصادية ونفسية. فإحنا عايزين نتكلم في أسباب الانتحار وإيه العوامل اللي بتؤدي وإزاي نحمي نفسنا. فأول حاجة لو إحنا عايزين نتكلم عن أسباب الانتحار، عايزة أسأل سؤال، ليه أجدادنا حضرتك ريت تشاركنا ليه أجدادنا ما كانوش بينتحروا؟ ليه أجدادنا كانوا بيعيشوا؟ ما شاء الله ربنا يبارك، طبعا دي يعني كل ده بيد الخالق، سنوات لغاية 90 و95 سنة في راحة نفسية، ظروف مادية أدنى بالظبط كده، وفي ظروف نفسية أدنى، وعمرنا ما سمعنا عن انتحارات في يعني في جدود، يعني ما خدناش بالنا إن حد قال أنا جدي انتحر. ليه؟ هل هو الرضا يا أستاذة؟ ده بقى اللي انا بسال حضراتكم فيه، ولا قدرتهم على حل المشكلات اللي مش موجوده عندنا؟ هنحط بقى كذا علامه استفهام نرد نقول ان اول حاجه الرضا الداخلي اللي احنا اتربينا عليه، يعني هتلاقي ان في فروق فرديه في الاسره نفسها. طب ده معناه ايه؟ معناه الاب والام ممكن يكونوا كانوا بيجتهدوا ان هم يربوا صح، بس اصبح في خلل، لان الخلل ده ما كانش موجود ايام اجدادنا. لان حضرتك لو تلاحظ كمان ان ايام اجدادنا الجد والجده يعني كانوا بيربوا مع بعض، لكن احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه في صراع ان مين يربي، يعني بالرغم ان الام عامله والاب طبعا كده كده لازم هيكون بيشتغل، بس في صراع ان مين يربي. ممكن في النهايه انا مشغوله وفي شغلي وهو حضرته مشغول وفي شغله الاب، ففي النهايه تحسي ان اللي بيربي ممكن تكون الجده، الجد، الخاله، واحيانا بيكون الحضانات، دي تبقى كارثه بقى اكتر، يعني الحضانه او المربيه او بالظبط، واوقات بيبقوا مع الناني. فده بتحصل بقى لو احنا هنجيبها من البدايه كده،
ليه امهاتنا ربنا يدي الجميع الصحه ويرحم من توفاه الله، ليه كانوا مربينا بطريقه كويسه جدا برغم ان احنا اتربينا على شده، اتربينا على ان احنا معانا اقل الامكانيات وطالعين عندنا رضا. يعني انا على المستوى الشخصي بابايا ضابط بحري، بس انا كنت عايشه في حاجات بسيطه جدا كده وحاسه ان انا عندي الدنيا كلها. طب ليه برغم ان دلوقتي حضرتك المجتمع تغير يا دكتوره والتطلعات زادت، التطلعات والتكنولوجيا، وادي حضرتك كده حد موبايل صغير، ايه ده ايه ده، لكن احنا ما كناش كده. فاحنا بنتكلم في التكنولوجيا، بنتكلم في التطلعات الموجوده جوه الاطفال، بنتكلم في نظره سيئه جدا انا شايفاها بصراحه سيئه. ايه هي؟ ان الطفل او الابن بيبص لزميله، ماما صاحبي مع كذا انا عاوز اجيب زيه، ولو الام او الاب ما وفروش الاحتياج ده نلاقي فيه اكتئاب، عزله، شخصيه تجنبيه. طيب دكتوره رانيا، تقصدي تقولي انه لما حصل نوع من الترفيه والتطلعات زادت والسوشيال ميديا اخترقت المجتمع، كونت لنا انسان هش مش قادر مع ابسط مشكله انه يتخطاها ويواجهها، واصبح يلجا بسهوله للتخلص من حياته، سواء بنت او ولد، راجل او ست. انا موجوده في مكان مش هذكر طبعا اسماء حد انتحر، ربنا يرحم كل اللي انتحروا، انا موجوده في مكان حد انتحر فيه، يعني انا كنت في الاريا موجوده، فانا بصيت بارتفاع كده على الادوار اللي هو يعني رحمه الله عليه انتحر منها، لقيت نفسي لا، يعني حتى نظرتي ان انا ببص على الادوار لا كتير. ازاي هانت عليك نفسك؟ ازاي جاله قلب يعمل كده؟ ايوه بالظبط، ازاي هو ده السؤال. ازاي هانت عليك؟ يعني جربي حضرتك كده لو جبتي دبوس وشكيتك، ها دراعي مش قادر. طب انت ازاي هانت عليك نفسك؟ ربنا قال في القران وخلقنا الانسان في احسن صوره، يعني ربنا ادانا احسن تكوين، يبقى احنا ازاي نشوه احسن تكوين ده، وازاي ما نستغلوش في الطاقات الاحسن، لان ربنا خلق لنا الكون كله مسخر للانسان، مسخر للانسان، يبقى احنا ليه ما نستغلش ان احنا يبقى عندنا طاقه ايجابيه، واحارب مره افشل على فكره. ايه المشكله ان انا مره افشل؟ ايه المشكله ان انا مره ابني يرسب في ماده في سنه دراسيه حتى؟ طب ما ممكن السنه دي تخليه بطل العالم. جميل يا دكتوره. طيب هي لحظه ياس، واحنا كل ده بنحاول ان احنا، انا مش عامله الحلقه عن الانتحار، عامله الحلقه عن الحمايه من الانتحار. ايوه بصراحه انا لا تهمني الاحصائيات، يعني عددها هي صحيحه خاطئه، لكن انا كل اللي احنا بنحاول نعمله في الحلقه دي الحمايه من الانتحار. طيب سياده النائب محمد اسماعيل، عايزه اسال حضرتك على حاجه. حاليا اصبحت عندنا حاجه في منتهى السوء وظاهره غريبه، هي ظاهره الانتحار لايف. النهارده اللي بينتحر بيعمل شو بالانتحار، بيطلع على السوشيال ميديا وينتحر علنيا وامام المتابعين واهله وقرايبه وكل الناس، وبعد ذلك بيبدا بقى المشهد في شيرينج ويحصل له بقى، يبقى فايرل وتتناقله الناس وتتناقله الصغار والكبار وكل من في ايده وسيله اتصال. وده حضرتك ايه ده على فكره اللي اثر شويه في زياده النسب في مصر، ان مع السوشيال ميديا اللي هي اصبحت النهارده الشغل الشاغل لكل الاسر المصريه، فلما حد بيعمل موقف زي كده وبيتشاف، بعض ضعف النفوس اللي عنده ازمات حقيقيه، سواء على فكره ازمه عاطفيه او ازمه ماليه او ازمه فكريه او احيانا ازمه عدم تحقيق اهداف، اي نقطه ضعف زي كده بيحصل النتيجه النهارده انه بيبدا ياخد المنطلق ده ويعبر ببعض الكلمات اللي عايز يتكلم فيها، ان هو انتحر بسبب ايه، بسبب قصور في جهه ما، فبالتالي بيحصل تعاطف معاه وهو ايه يعني منتحر. للاسف الشديد الظاهره دي استشرت الفتره الاخيره، انا شايف الاثار الاساسيه ليها مش فقط يعني التفكك الاسري اللي هو موجود جراء، يعني انا بقول لك العولمه والسوشيال ميديا اللي دخلت عندنا بشكل كبير جدا، لا، لو بصينا في السابق تجد ان هتلر انتحر لما ما قدرش حق مبتغاه ويسود العالم ككل اللي هو سياده الجنس الاري. تجد بعض الكتاب اللي كانوا النهارده وصلوا مراحل كبيره جدا النهارده في الكتابه ووصول عدد كبير جدا من المتابعين، ايضا النهارده في فتره ما شعر ان افكاره اللي بدات تطبقها الناس ان ما كانتش الافكار التي يجب تطبيقها وكان انتحر، وعندنا نماذج كتيره لهذا الامر. لكن الفترات الاخيره اللي حصلت انا اظن اغلبها مرتبط بالرضا حقيقي، يعني لان الناس كتيره جدا لما نرجع لكلمه الجدود اللي بتتكلم عليها حضرتك، انا افتكر ان الناس كانت لما بتيجي النهارده بالنسبه للطعام واللي هو ده كان الشغل الشاغل للناس، كان اللحمه بالنسبه للناس او الدواجن او الكلام زي كده كان رفاهيه، كانت الناس تنتظرها في الاسبوع وتتوزع النايب كده، وفي رضا
هو الصغير بياخد الحجم الاصغر شويه عن الكبير اللي شقيان، عن الوالد اللي هو كان الاول ياكل وبعدين نبدا ناكل، او ناكل مع بعضنا، وكان دايما ابدا يتميز بالاكل الزياده، وكان عندنا حاجه غير عاديه جدا رغم قوه الشخصيه كانت لرب الاسره في هذا التوقيت، واحيانا كانت تصل القسوه، لكن دايما وابدا كنا نرى ان هو الرمز بالنسبه لنا. فتره حاليه اطلاقا الرمز لم يعد رب الاسره ولم تعد الام، يعني الام النهارده في صراع، النهارده تبقى قاعده هي والزوج والاولاد، كل واحد ماسك موبايل، الجميع الاطفال بيلعبوا في عالم منفصل عن الاخر، فلغه التواصل انعدمت مع ارتفاع نسب الطلاق ايضا، واحساس ان ده بحق مبتغاه من هنا او اخر، ده كله اساس. الناحيه الاهم من ده كله خالص بعدنا عن التربيه الدينيه. فتره طويله جدا كنا بنتكلم عن الانتحار ده، ان المنتحر ده بيفضي بنفسه وبالتالي مصيره النار، بيخرج بعض الالسنه في الاعلام وفي الكتاب وناس كبيره جدا يقول لك لا المنتحر يروح النار ليه ومش ليه وبتاع، وكاننا بنعاند انفسنا بنقول لهم يعني مرحى يعني فعلا ان كنتوا ايه يعني تنتحروا، وما فيش اي اشكاليه خالص، ده العقاب والثواب ما حدش يقدر يقدره ده في الاخر، رغم ان ربنا دايما ابدا وكان بيحدثنا في كل الكتب فتحنا باب يعني لحال الانتحار. فكان يجب علينا كلنا واحنا بنتكلم نبدا النهارده ان فقدان النفس ليس باليسير، الالام اللي هيتركها خلفه للاسره نفسها، سواء يعني كان اب سواء كانت ام واطفال لرب اسره انتحر، او طفل انتحر، او ام انتحرت، كل النتيجه اصبحت مكلومه حقيقي. فمدى الاثار السلبيه اللي بينتج عن هذا الامر الام كبيره جدا، انا اظن دي ايضا تعتبر في يعني في حساب الذنوب، لان هو اثر سلبا سواء على اسرته ايا كان هو العائل او كان المعول، لم ينهي حياته فقط بالضبط، انا حياه كامله حواليه، ساب اثر نفسي حواليه، ساب النهارده حاجه مع انتشار السوشيال ميديا النهارده، ساب نبراس الناس تتعلم عليه وتمشي عليه بالشكل ده. اصبح الانتحار بالتقليد، يعني بالتقليد بالطبع، انتحار بالتقليد ما فيش شك في كده، لان هو الكلمات اللي بيجي مع بعض على فكره اصحاب، يعني انا بقول لك الاراء الغير عاديه جدا اللي احيانا تعاطفوا مع قاتل واحيانا تعاطفوا النهارده مع منتحر، انا اسميها الاراء الشاذه، الاراء الشاذه حقيقي يعني تدفع، وخاصه على فكره بيكون رموز مجتمع للاسف الشديد، يعني لان النهارده الممثلين وغيرهم وغير ممثلين مجتمع فيهم بعض الناس ثقافتهم متدنيه، ولكن اصبح النهارده يعني موجود النهارده كالشهر حققت له ان هو يكون في صفه المجتمع، فيرجع يعمل راي غير عادي جدا شاذ، تجد عدد من متابعيه وعشاقه النهارده متابعيه مضربي المهرجانات النهارده، اثرت سلبا ايضا على الامر ده، بخلاف توسعنا على العالم الخارجي اللي هو فيه الانتحارات باشكال شتى اخرى، في بعض الناس بتعتبرها طقوس دينيه ايضا بدات تدخل في فتره ما من الزمن. احنا كنا وصلنا النهارده ان في مصر كانت في بعض التقاليد لبعض الحفلات زي عبده الشيطان، فشوف النهارده هذا الامر، اذا النهارده ابتعاد مواد التربيه الدينيه عن يعني المدرسة اللي هي الأم الأساسية على فكرة في هذا التوقيت الحالي، صحيح. هو ده أساس النهاردة لفقدان المجتمع قيمه الأساسية وبالتالي زيادة نسب الانتحار، صحيح، لأن احنا بدأنا الأول نتجاهل الحرام ونقول عيب 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 إلى أن فقدنا فين الحلال وفين الحرام، للأسف الشديد في فترة ما يعني بسبب بعض الفكر الإسلامي اللي ترك النهاردة اللي هو الشاذ أيضا في بعض القنوات النهاردة اللي خرجت عنه التطرف والإرهاب وحاجات زي كده، خشيت الدولة أن يكون في تأثيرات سلبية النهاردة فابتعدنا، وأنا كنت أظن أني إذا حافظ الجميع القرآن الكريم وحفظ الإخوة المسيحيين الإنجيل يعني في جميع مراحل التعليم كنا نخرج يعني مجتمع قويم صدقني، وناس عندها أسس للتعامل، لأن حتى لما ربنا وصف رسولنا الكريم قال كان خلق القرآن، شوف الكلمة كانت وصف بسيط جدا، للأسف الشديد ابتعدنا على الكلام ده وبنهاجم الكلام ده ليه معرفش، هل النهاردة عشان درجات؟ طب نخلي المادة أساسية يعني في المجموع النهاردة ونعمل بعض التمييزات، ولكن مهمة نبني بيها أطفالنا. على فكرة أنا كنت في مجلس النواب ناديت أصلا أن المادة دي مادة إلزامية وتضاف على المجموع عشان النهاردة نتعلمها زي الكيمياء وزي كل المواد، يحصل اهتمام بيها ونبني الخلق مرة تانية، إنما الأمم الأخلاق هنناقش ده مع حضرتك إن شاء الله. طيب انطلاقا من نقطة حضرتك اللي هي الوازع الديني، ومعنا الوقت الشيخ الدكتور محمد سعيد من علماء الأزهر الشريف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا مرحب بحضرتك في حلقتنا، وسؤالي لحضرتك يا ترى إيه رأي الشرع في ظاهرة الانتحار؟ يعني دلوقتي ببساطة هل المنتحر كافر وفي النار؟ طبعا احنا ما نقدرش نحكم عليه بالكفر، لكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يعني من القرآن ومن السنة الانتحار جريمة محرمة، جميع الأديان بتحرمها
لأنها من أكبر الكبائر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الإنسان لا يملك نفسه، هي النفس ملك لخالقها عز وجل. صحيح، والروح والنفس البشرية هي أعظم، هي روح الله، يعني ربنا نفخ في روحه في الإنسان، فهي أعظم خلق، هي الروح والنفس البشرية، يجب على الإنسان، هي أمانة أن يحافظ عليها مش يهدرها وينتحر. اتفضل يا مولانا. صحيح. حتى لو الإنسان كان عنده أسباب، هذه الأسباب وهي أسباب وهي ليه؟ لأن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت مشكلة في إحدى الغزوات، إن أحد المجاهدين كان أصيب بجروح، الجروح دي كانت بتؤلمه، فلأن هو طبعا كان بيتألم من شدة الجروح فأمسك بسيفه وضعه على صدره وقتل نفسه. فطبعا ده كان بيجاهد في سبيل الله، كان مصاب بجروح ومصاب بآلام، فقتل نفسه علشان يهرب من الآلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال بادرني نفس عبدي بنفسه، يعني هو استعجل وقتل نفسه قبل أوانها. فما فيش اي سبب، علشان ما فيش حد يجي يقول اصلا انا تعبان، اصلا انا هو بحضرتك ما تتحدث عنه، هو اللي في اوروبا دلوقتي وامريكا ما يسمى بالموت الرحيم او القتل الرحيم، هو ايضا محرم عندنا في الشرائع الاسلاميه. نعم. والمسيحيه. نعم. وبعدين دلوقتي برضو علشان بنلاقي يعني بعض الشباب بيتعلل بان هو مثلا فشل في تجربه حب، يعني يا مولانا عايزه اسال حضرتك، هو دلوقتي هل الفتوى، يعني انا عندما ياتي الي شخص مقدم على الانتحار فيسالني الانتحار حرام، هل المنتحر في النار؟ المفروض ان انا اجاوبه واقول له الانتحار حرام والمنتحر كافر وفي النار، لان انا عارفه ان هو هيقدم على الانتحار، او عارفه ان دي فتوى هياخدها كل شخص شاب ويمشي عليها او شابه، ان انا احافظ على حياتي لان المنتحر في النار، الانتحار مش هيحل مشاكلي بل بالعكس انا هاعذب الى يوم الحساب وبعد كده هدخل النار. ولكن لما تجيلي ام مكلومه او اسره مكلومه وتسالني انا لا قدر الله ابني انتحر او بنتي انتحرت، فهل المنتحر في النار؟ في الحاله دي بس انا يمكن يعني التمس العذر لرجال الدين لما يقولوا انه لا والله قد يغفر الله له، نحن لا نعلم الحساب، ربنا ممكن يغفر له، لا نعلم اذا كان في النار او في الجنه. هل يا مولانا فكره الترسيخ لان المنتحر في النار وان المنتحر كافر هتقلل عندنا من نسبه الانتحار وترجع الناس لعقلها شويه؟ من الطبيعي ان عندنا منهج الترغيب والترهيب. الترغيب في رحمه الله عز وجل، زي ما حضرتك قلتي لما تكوني ان انت بتواسي حد مكلوم او ما شابه ذلك. الترهيب لما تلاقي ان فيه بعض الانحرافات الاخلاقيه لدى بعض الشباب او بعض الفتيات او بعض الناس اللي بيهدروا حياتهم، لابد ان الشرط يا مولانا تكون انحرافات اخلاقيه، هو يعني لحظه ياس، مشاكل اكبر من طاقتهم، عدم قدرتهم على حل المشاكل، ما فيش حد جنبهم يساعدهم، ظروف اجتماعيه سيئه، شخص يقدم على الانتحار، مش لازم يبقى انسان سيء او بعيد عن الدين، لكن هي لحظه ضعف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا ان لما يكون في اللحظات دي لحظات الكآبه والهم، ان احنا نلجا الى الله عز وجل ونقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. القران الكريم قال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. صحيح. فالانسان لما يهرع الى الوضوء والى الصلاه والى القران والى ذكر الله، لابد ان همه هينفرك والضائقه هتنفرك. ولما يتقي الله عز وجل، ربنا قال في القران ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صحيح. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكن إن الإنسان لما يكون بيعاني من ضائقة أو بيعاني من هم يلجأ والعياذ بالله إلى قتل النفس، طبعا بنذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل أو مكان مرتفع فقتل نفسه
زي اللي بيرمي نفسه من فوق برج أو فوق عمارة أو ما شابه ذلك، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذر من مثل هذا الأمر. لكن الإنسان لما يكون في ضائقة يهرع إلى القرآن الكريم، يهرع إلى الذكر، لأن الذكر سبحانه وذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج الكروب. دكتور محمد سعيد بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على المداخلة. شكرا يا فندم. دكتورة رانيا كان معانا رأي أحد علماء الدين دكتور محمد سعيد، وقال لنا أن الإنسان عندما يقع في ضائقة نفسية أو مادية أو أي ضغوط يهرع إلى الله والصلاة وكده، ولكن هل من المفترض أيضا أن يلجأ إلى المختصين، الأساتذة علم النفس، الدكاترة النفسيين، من حاولوا يساعدوا؟ هنرجع لحضرتك وهنجاوب على السؤال ده ولكن بعد الفاصل. عودنا لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل ونستكمل سؤالنا للدكتورة رانيا. دكتورة رانيا، إزاي نتعامل مع ضغوط الحياة والأفكار الانتحارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فربنا ادانا رسالة عشان نعيش فيها بالأرض. إحنا دلوقتي ربنا خلقنا للنسل، نسل سيدنا آدم وحواء، والحاجة التانية إن إحنا نعبد ربنا، عمار الأرض، عمار الأرض. تمام، وإحنا إحنا نعبد ربنا ونحنا نتكاثر. طيب، أول حاجة إن إحنا دلوقتي خلفنا أطفال وتربينا صح، إزاي الأطفال دول نعمل لهم بوينت 1 2 3 نحو حياة أفضل ونتجنب الضغوط والاكتئاب والانتحار. أول حاجة إن إحنا لازم لما أودي ابني المدرسة لازم أكون أنا عندي مؤسسة اجتماعية ابني رايح فيها، لازم يتعلم الدين صح ويتعلم التواصل صح، ويتعلم ازاي يكون هو محطوط في بيئة اجتماعية جميلة يكون فيها نوع من الألفة، نوع من الود، نوع من التفاؤل. يبقى احنا كده بوديه مؤسسة اجتماعية لازم يكون ما بيننا تعاون، هو رايح المدرسة يتعلم، هيجي لي بنسبة 50% حتى تحصيل تعليمي أكاديمي تربوي، أنا في البيت بقى بنسبة 50% تانية كمامته كأم كأب كجد كجدة، حتى كلنا نتعاون في ده إن أنا أديله 50% التانيين. بمعنى الإنصات، لو عايز أسمعه. حضرتك يعني تنجو بحياة ابنك الإنصات. في كتير جدا بيقول لنا العياده بيقول احنا عندنا مشاكل نفسيه من حاجه واحده بس، ان بابا بيقول هو الكلام كده وخلاص، محدش بيسمع، ماما ما هي مش فاضيه تسمعني، ماما مش فاضيه تسمعني، هي ماما اصلا مش موجوده عشان مش فاضيه تسمعني. في كتير بيجوا يقولوا لي انا في صوت جوايا بيقول لي. طيب دكتوره رانيا، انت بتكلميني على البدايات المبكره، يعني لو انا هربي بدايه مبكره، لكن انا حاليا شخص ناضج وبالغ وناضج وقابلتني مشكله في الحياه وحاسس بالياس. طيب عندنا زي سن المراهقه، زي سن المراهقه، زي اللي بينتحروا إيه؟ مثلا في الثانويه العامه. اوكي إيه؟ احنا عشان ازاي ان انا الجا، لو هتكلم بقى على سن خلاص هو ناضج وعاقل وزي سن المراهقه، سن المراهقه انا لازم لو الابن قدامي انا عندي شايفاه بعيني داخل عليه الاعراض اللي بتؤدي للاكتئاب والانتحار، اللي هي ايه؟ بينام كتير، فقد الشهيه، انا شايفه نفسي ان انا بنام بالراحة كتير. بالراحه بقى نقول دول كده بتفصيل ممل ووضوح. أوكي. بينام كتير، بينام فاقد كتير، الشهية، فاقد الشهيه، او بينعزل او بياكل كتير. النوم بمعنى ان انا بنام مثلا اكتر من اللازم ب 8 ساعات، اكتر من المعدل الطبيعي بتاعي، يعني اكتر منها 8 ساعات. فكده انا شايفه حاله من عدم الاهتمام باللي حواليه. الشخصيه دي بتبقى اسمها شخصيه تجنبيه، لان احنا عندنا شخصيات كتير في علم النفس ما بين الانعزاليه والانطوائيه والتجنبيه. بمعنى ايه تجنبيه؟ طيب في الحاله دي يبقى انا ابدا انتبه ان انا عندي شخص يحتاج مساعده نفسيه. ايوه، انا بقى لو انا يعني عندي شويه ادراك، لو انا هقدر ان انا اتعامل مع الحياه، يبقى انا مش عيب جدا ان انا الجا لمختص زي كل الاخصائيين النفسيين. لا مش عيب ابدا. والدكاتره النفسيين. جميل دكتوره رانيا. طيب استاذ محمد اسماعيل، عايز اسال حضرتك على نقطه هي فعلا مهمه. ايه راي حضرتك في التغطيه الاعلاميه من سواء الصحف او وسائل الاعلام لحوادث الانتحار؟ هل انت راضي عنها؟ هل شايفها بتتم بمهنيه واحترافيه، ولا بتعمل فوكس قوي على المشكله وممكن تنشرها بدون قصد؟ هو بالنسبه للاعلام والصحف على فكره هي بتنقل الحقيقه وواقع وبتجيب يعني اراء مختلفه تناقش الموضوع، ولكن للاسف شديد احيانا تيجي بعض التليفونات
او بعض الاراء عبر السوشيال ميديا بتكون اراء شاذه تماما يعني كده، فبتاخد المجتمع في اتجاه تاني. يعني انا مش عايزه اجيب لك موضوعات تانية، قاتل نيره اشرف يعني كده كان كل الناس النهارده مع الاعدام عليه، خرجت يعني فنانه واتكلمت لي انا متعاطفه معاه، الولد اكيد يعني هي وعدته خلت، وكأن مبرر النهارده عدم حصوله النهارده على يعني محبته. انا بقول لهم يعني يا جماعه احنا من جيل الناس اتخطبت وسابت واتجوزت واتطلقت، عمرنا على حد قتل حد ولا حد انتحر ولا هو ده بقى التعليق الاساسي، التعليق الشاذ ده. ده نموذج اتشاف كان على فكره ترند فتره طويله جدا، اتهاجم من فتره واتأيد من فتره. هو هو ده طبعا ان هو يكثر ان هو يبقى ترند. هو ده اصبح النهارده موضوع القناه او موضوع الجرايد المقروءه او المواقع الالكترونيه مش هو الاساس النهارده، ان السوشيال ميديا النهارده بتغير، واحنا بينا سطحيين، احنا شعب متلقي اكتر من قارئ، معلش اسف. بمجرد انا بشوف ترند انا بدخل اشوف الترند على طول مباشره، الترند جاي من مين؟ ثقافه اللي قاله مين؟ لا هو عايز يوصل للترند، يعمله سلبي يعمله ايجابي كذا، يعني انا بتلقى ومش بفكر، مش بفكر ومش بدرس وما عندي وما عنديش مش بفرز قدر من الثقافه. ده افرز المتميز صحيح. من كذا يعني حضرتك على سبيل المثال يعني معلش عفوا، حضرتك اعلاميه متميزه عندك قدر من الثقافه الكبيره جدا، ممكن حضرتك معلش عفوا لما اجي اقيس حضرتك النهارده انا بشتغل بتشاف الحاجه بتاعتي 2000 1003 بتاع، في حين حد تاني بيعمل خبر غير عادي جدا وادنى مني فكريا الاقيها بتشاب بالملايين، فممكن النفسيه يجي لي احباط يعني، بس مش هتنتحر ولا حاجه يعني، بس هيجي لك احباط. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، للاسف احيانا الانسان بيقيس ميزان يعني النتائج بعقله، ان هو انا ليه ما بقتش كده، انا في وظيفه ما كفاءتي اعلى من كفاءه مديري، ليه بقي مديري وانا ما بقتش، ليه انا اتاخرت في الترقيه، ومع الصراع النفسي ده بيبدا يظهر على سلوكه في العمل، بيبدا سلوكه مع مدراءه، وبالتالي بيكون عنيف، والنتيجه هذا الرجل اللي عنده قدر كبير جدا فعلا من الذكاء تلاقيه واقع، تجدي واقع، وبالتالي النهارده ينزوي اكتر. أيوة. وعنده بقى يعني عدم رضا تماما على الحياه اللي اديتها له، واحساسه ان ربنا لم يعطيه حقه. ودي الاسر الشديد. لو فوكس بقى يعني العكس صحيح، لو احنا هنفكر زي ما حضرتك بتقول كده، طب ما نعكسها، طب انا شغلي ده سبته يمكن ربنا رايد لي خير، مفيش حد بقى الفكر ده يجي منين بقى حضرتك يا فندم؟ يجي بقى من ان احنا نواجه المشكله. يجي بقى اولا حاجه زي ما قلت لحضرتك، اللي هو زي ما تحدث الشيخ النهارده وعلمنا ان في يعني بعض الايات القرانيه النهارده الموجودة والأحاديث النبوية تؤكد تماما أن المنتحر في النار، ده حديث قطعي ما فيش النهاردة يعني كلام آخر، مرجعي القرآن للأسف الشديد مع بعدنا اللي أنا قلته في بادئ حديث هو ده السبب. إحساسنا بالرضا بقى ده مهم جدا جدا، والرضا زي ما حضرتك اتكلمت زي ما يعني اتكلمت في الدعاء من الآباء كان موجود، ليه؟ كانت الأسرة ملتفة حوالين بعضها، ما كناش في جزر منعزله، ما كناش متفككين، ما كانش عندنا الطموح اللي هو بدأ يعني يبحقه الطموح. النهارده ازاي انا عايز احقق حاجه ما حققتهاش، فببدا احقد على اللي حواليا، بعد شويه بحس برضو ان انا ما حققتش، بنزوي اكتر وبرجع اكتر، فتكون النتيجه ان انا عايز اتخلص من الحياه. ليس على فكره، ليس انا اكيد معاكي تليفون، ليس ليس على فكره كل اللي ما حققوش مراده من النهارده مش قادر يربي اسرته، لا على فكره انا شايف ان حتى الانتحار في يعني الفئه الاقل قدرا ماليا اقل بكثير جدا من الفئه اللي عندها كل ظروف الحياه. صحيح، وبنلاقي ان دول زي السويد ودول ما فيهاش مشاكل، دول جدا ما فيهاش مشاكل خالص، وبناء على الدول المالين بينتحروا من هل من الملل، هل من كتر الطرف، هل احيانا الانسان بيحتاج الى بعض المشكلات عشان تشغله المعامله الوالديه، المعامله الوالديه سواء اذا كانت بزياده. طيب دكتوره رانيا، انا هستاذنك لان معانا مداخله، معانا الاستاذ مساعد الليثي الصحفي ورئيس تحرير مجله الحدث. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ مساعد. اهلا بحضرتك، برحب بحضرتك. استاذ استاذ مساعد كصحفي ورئيس تحرير، عايز اسال حضرتك، يا ترى وسائل الاعلام بتساهم في زياده حالات الانتحار؟ بمعنى انه الاعلام بيكثف التغطيه الاعلاميه، احيانا هذه التغطيه تتم مش بنوع من المهنيه ولا الاحترافيه، التفاصيل التي تذكر في حالات الانتحار، هل احيانا يساهم الاعلام والصحافه في زياده حالات الانتحار؟ طبعا بكل تاكيد. يعني انا اولا عايز احيي السيد النائب، اشكرك على كلامه محترم جدا كل التفاصيل، والدكتوره رانيا برضو. شكرا. يعني الاعلام بيمارس دورين في موضوع تغطيه او تناول قضيه الانتحار، بيمارس دورين، دور ايجابي ودور سلبي. الدور الايجابي اللي حضرتك بتمارسيه دلوقتي، الدور السلبي لفت انتباهنا ليه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في الكود اللي عمله بعد
فتاة المول، بعد انتحار فتاة المول تحديدا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عمل كود مخصوص لتغطية وقائع الانتحار. صحيح. اتكلم فيها عن حضرتك اللي حضرتك بتقولي ده بالظبط، ان الاعلام بيكون ليه، ودي دراسات يعني هو جاب دراسات عالميه مش دراسات محليه، لان احنا عندنا اساسا ظاهره الانتحار دي في مصر ليست ظاهره ولم تكن ظاهره، يعني هي ظاهره عالميه ولكن في مصر زادت في الثلاث سنين الاخيره فقط. حقيقي. يعني احنا لو شفتي الارقام حضرتك في 2019 و2018 والارقام، هل هي زادت يا استاذ مساعد ولا الانتحار اللايف هو اللي حسسنا انها زادت؟ يعني انا اذكر فيما اذكر ان يعني زمان الجرايد بقى الورقيه كان حادث الانتحار ده لا يتعدى سطرين ثلاثه في صفحه الحوادث، ويقول لك انه انتحر سين عين او سين صاد وتم تسليم اهله وكده، حاجه مقتضبه جدا ما فيهاش لا اسهاب ولا اساءه. يعني كان مهما كانت صفحه الحوادث تعتمد على الاثاره وان انا افصل وكده، ولكن في حوادث الانتحار تحديدا كانت بتتم بشكل مقتضب، ويمكن هي كانت احترافيه احنا ما كناش مقدرينها في زمانها. حاليا حضرتك شايف كيف تتم التغطيه الاعلاميه لحوادث الانتحار؟ كيف من المفروض ان تتم التغطيه الاعلاميه حسب الكود الاعلامي الجديد اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ بالظبط حضرتك قلت اللي انا عايز اقوله، يعني ان هو اساسا انتشار الظاهره ده مش لوسائل الاعلام بس والسوشيال ميديا كمان والتكنولوجيا، الوضع اللي احنا وصلنا له عالميا اساسا ساهم في زياده عمليات الانتحار على مستوى العالم. لكن بالنسبه لتناول وسائل الاعلام لخصها لنا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام عشان ما بقاش انا بقول وجهه نظر، دي ده عباره عن دراسات وتتبعها المجلس الاعلى للاعلام، وقال لنا اللي حضرتك قلتيه دلوقتي حالا انه عندي تناول قضايا الانتحار لعدم الاسترسال في التفاصيل، يعني الزم الكود ده يعني شرف، يعني ميثاق شرف المفروض نلتزم به كلنا كصحفيين وكاعلاميين. طلب المجلس الاعلى عدم الاسترسال في التفاصيل، يعني هو خبر وخلاص. الاسترسال في التفاصيل بيعمل ايه؟ الاسترسال في التفاصيل انك انت بتشرحي يعني المشاكل اللي بيمر بيها المنتحر وبيمر قد ايه بمشاكل تفاصيل الدقيقه واليه الانتحار والظروف المحيطه بيه والرساله اللي تركها كتب ايه فيها ايه؟ لا والاخطر من ده ان الناس توصلي الناس لحاله التعاطف، هو دي الرساله اللي انا عايز اقولها من المداخله دي، واهم كلمه واهم حاجه لازم نوصلها ان هي فكره التعاطف مع المنتحر. الاسترسال في التفاصيل اصبح زي استاذ محمد ما قال لنا اصبح في تعاطف مع المنتحر وتعاطف مع القاتل، وكل ده بسبب ان وسائل الاعلام احاطتهم بحاله كده من الشفقه ومن الطيبه. انا هقول لحضرتك مثال بسيط جدا، يعني بقى انا شايفه احيانا انهم مجرمين يعني او فرطوا في حياتهم وحق نفسهم، والقاتل طبعا مجرم لا جدال، ولكن انت وصلته لانه ضحيه فاصبحت الناس بتتعاطف معاه. صحيح، حتى احنا كمان كمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وفنانين والشخصيات العامه زي ما قال سياده النايب، ما ينفعش نتعاطف مع المجرم، ما ينفعش نتعاطف مع ظاهره زي دي. ليه؟ لانك انت بتدعو من يمر بنفس ظروفه للانتحار. بالظبط، انت كانك بتقول للي بيمر بنفس الظروف الاقتصاديه او النفسيه او ايا كان، بتدعوه لانه يرتكب نفس الجرم. كمان البيئه خصبه يا استاذ مساعد، انت عارف حضرتك البيئه خصبه ليه؟ لما النهارده تجد ان مطربي المهرجانات اللي هو لما تستمع لكلماتهم تجدها ان كلمات اصلا لا ترقى، لان هي تكون كلمات اغنيه اصلا راقيه، ان تجد دول اساسا متابعيهم والفانز عندهم اكتر بكتير جدا من المتابعين لعالم او متابعين لاحد النهارده المشايخ اللي بيقدم كلمه طيبه او لاحد العلماء. فده دليل على ان في اختلال النهارده في المنظومه. الخلل ده نتج من فتره طويله جدا باهمال التعليم، عدم زرع القيم منذ البدايه، النهارده ابتعادنا عن مواد التربيه الدينيه ومواد التربيه الوطنيه، خلت النهارده المجتمع سهل النهارده يعني اختراقه من بعض الافكار الشاذه اللي جت علينا من الغرب. اطفال النهارده مع بعض الالعاب دخلت علينا، لقينا اطفال منتحرين كبار النهارده في يعني موجودين في مستوى معيشي متميز وينتحر النهارده لشيء معين، لفقدانه شيء في البورصه او حضرتك يعني النهارده لانه هو كان بيتعاطى شيء وابتعد عنه شويه، عايز يفوق مش قادر فحس نفسه عايز ينتحر. الادمان حضرتك الادمان بالظبط. شخص النهارده كان بيحب واحده والواحده النهارده سابته بعد شويه من العلاقه العابره مع بعضهم، اتنين اتجوزوا اتطلقوا، وتصدقني اللي كانوا بيحبوا بعضهم لو اتجوزوا في ظل النهارده يعني عايز اقول لك انحلال كبير جدا في منظومه القيمه، تجدهم متطلقين بعد شهرين مش بعد سنتين كمان. للاسف الشديد اذا كنا عايزين حل جذري من هذا الامر يكون في المعالج النفسي والمشايخ والكنائس وكل يعني وسائل الاعلام
تبدأ تطلع بدورها من الآن، ولكن التربية والتعليم تغير طبيعة مناهجها خاصة فيما هو متعلق بإرساء القيم والأخلاق داخل منظومة المجتمع من الآن من الصغر حتى الكبر. هات لي طالب واحد في جامعة عنده مواد تربية دينية أو مادة تربية أخلاقية إلا 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 بس الحاجات الدينية فقط. هات لي جامعة واحدة سواء عامة أو خاصة فيها شيء واحد يبين الإنسان النهاردة يعني طبيعة مصر إيه، طبيعة أخلاقنا إيه، عصرنا إيه، قيمنا إيه. مفيش الكلام ده كله. إذن النهاردة المتلقي ماذا يتلقى؟ يتلقى كل ما يراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي أصبح فريسة سهلة النهاردة لكل ما يحدث داخل المجتمع. فريسة سهلة وشخصية هشة وشخصية غير مثقفة، وربنا يلطف بينا. أستاذ مساعد الليسي، أشكرك رئيس المساعدة أنا الحدث. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. في نقاط برضو احنا طيب لازم دكتورة يعني رانيا كنت عايزة برضو يعني حضرتك تحبي نقاط محددة انا احب بس عايزة اسأل حضرتك حاجة برضو عشان ما نبقاش يعني اغفلنا حاجة. مرض الاكتئاب المرض الاكتئاب مش الاكتئاب اللي هو اللي بالمعنى الشعبي اللي طالع لنا دلوقتي اصل انا مكتئب، لا مرض الاكتئاب اللي بيشخص انه اكتئاب اللي هو لخبطه في كيمياء المخ بتخلي الانسان مكتئب ومنعزل وقد تفضي به للانتحار. كلميني ازاي نقدر نعالجه، وازاي الاهل تقتنع فعلا انها تودي ولادها لطبيب نفسي. احنا دلوقتي لازم يكون بالنسبه لنا الطبيب النفسي ده زي دكتور الاسنان. لازم تكون عندنا ثقافه مختلفه تماما في ظل زي ما التكنولوجيا اختلفت وزي ما ابنائنا متطلباتهم اختلفت، فلازم الاب والام يكون عندهم الوعي والادراك والتفاهم والفطنة ان انا خلاص عندي دكتور نفسي ده حاجة عادية جدا وحاجة سهلة جدا. صديق أنا صديق أيوة للعائلة فعلا. انا ممكن استشير استشاري نفسي واقول له يا دكتور انا حاسة بكذا كذا. احنا اول حاجة من غير ما احس بعيب ولا بحرج ولا حقيقة إيه. دي حقيقة ده لازم وعلى فكرة يكون مش بالضرورة ان انا اعلن ان انا بروح لدكتور أيوة نفسي فعلا عشان الناس ما تتكسفش. ايوه فعلا. اول حاجة علشان اعالج الضغوط حتى لو انا مكتئب، حتى لو انا ماما شايفاني ان انا هكتئب، حتى لو انا بالغ وشايف نفسي داخل على اكتئاب، حتى لو انا رانيا شايفه نفسي ان انا هكتئب او ان انا مكتئبه. اول حاجه احدد المشكله، انا دلوقتي بتجنب ازاي ان انا يجي لي الاكتئاب ويجي لي الانتحار وبزاي اعالج. انا بحدد المشكله دي، مشكلتي في الحياه فقدت شغلي، فقدت حد عزيز عليا ومش قادر اعيش من غيره، فقدت المشكلات اللي بيفقده بسببها. يبقى انا كده حددت المشكله. تاني حاجه هبتدي اعالج منها ان انا اواجه، يبقى انا لازم المشكله دي اروح لحد مختص اتكلم معاه. تالت حاجه احط البديل. بمعنى ايه احط البديل؟ دلوقتي انا وحضرتك قاعدين مع بعض، حضرتك ماسكه التليفون ومفيش حد غيرنا ماسكه الموبايل وبتتكلمي، فانا قلت لحضرتك ممكن تسيبي الموبايل شويه، فقلت لي طب اهو انا سبت التليفون هنعمل ايه؟ رحت انا عامله حاجه تانية، فبرضه حضرتك هتلاقي نفسك خلاص ما انت قاعده لوحدك هترجعي تاني تمسكي التليفون ما انا مش بتكلم معاكي. حط يعني البديل. ما بقاش في تواصل فعلي فدخل أيوة. مكانه يبقى انا احط البديل ميديا. مش اطلب من ابني او انا اقول لنفسي ان انا خلاص انا لازم اتخلص من ده وانا ما عنديش البديل. انا لازم اتخلص من العاده السيئه دي اللي انا بعملها وانا ما عنديش البديل. انا لازم اتخلص من اللعبه الالكترونيه، الالعاب الالكترونيه بيطلبوا من بعض، وانا سمعتها في الموضوع دوت وجالي الولد قلت له انتوا ازاي تعملوا كده مع بعض؟ بيقول له اكتم نفسك لمده معينه وحط حاجه فيها ميه وحط دماغك فيها. وانا كنت يعني موجوده في تعليمات الانتحار انستراكشنز يمشي عليها. انا كنت موجوده في التجمع ده ولقيت ان هم قاعدين على اللابتوب بيلعبوا وان هو بيطلب منه كده، فده كده وسيله من وسائل الانتحار بس كده يعني لايف انت كمان يعني. طيب استاذ محمد اسماعيل، هل تم مثلا مره قبل كده مناقشه ظاهره الانتحار في البرلمان؟ هو طبعا يعني في البرلمان يعني كان في بعض التشريعات على فكره اللي اتكلمت في الملفات دي. يعني زي ايه فندم؟ اقول لحضرتك يعني كان فتره ما كده حصل يعني توسع، يعني مصر كانت بعيده جدا ان هي في السابق ان تكون فيها التعداد الكبير اللي حصل، فبدأنا نتكلم عن آليات الانتحار شكلها ايه واسبابها ايه داخل اللجان يعني كده، ولكن لم يرق الا مشروع قانون يعني كده. ان بدايتها نبدا حته منظومه الاخلاق، حته الاعلام النهارده يلتزم باكواد اعلاميه زي ما حصل في المجلس الاعلى للاعلام وحط اكواد اعلاميه للانتحار. الناحيه الثانيه الاهم من ده كلها من كله نبدا نشوف النهارده الناس اللي هم ادنى اجتماعيا ويكون في نظام الحمايه الاجتماعيه عشان ما يكونش النهارده في تاثيرات سلبيه على المستوى المعيشي، ولكن كلها دي حلول مؤقته. الحلول المثلى الحقيقيه
تكون في الجذور. تبدأ من التربية. احنا بنلحق اللي عايشين دلوقتي يا فندم. والله يا فندم انا 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 معلش عفوا ممكن يعني حد يزعل مني شوية كده يعني في الكلمة زي كده. احيانا يعني خروج المرأة للعمل بشكل كبير جدا اللي هي يعتبر المكون الاساسي للأسرة، وكنا دائما وابدا في السابق تعليم المرأة ما عدا تعليمها كان الصراع، لكن تعليمها ده كان الاساس. ولكن مع تعليم المرأة بدأت النهاردة يعني تحقيق الذات، يعني تحقيق الذات ده كان مشكلة كبيرة جدا. انا ارى كثير جدا من النساء اللي بتطلع بوظائف كبرى احيانا بتتنحى عن وظيفه النهارده لصالح اولادها. وانا لما اجي اتكلم بتكلم على زوجتي، زوجتي كانت في معهد الطاقه الذريه موجوده وكان عندها عدد من الاولاد، سابت الاولاد زي كده. بعد فتره ما من الزمن لما اولادها بقى عندهم قدره النهارده على رجليهم وحاجات زي كده، رجعت النهارده وبقت اعلاميه، واعلاميه موجوده الحمد لله تعالى في كاس. في ادوار وفي فترات معينه، عشان كده العمل النهارده ادى فتره حضانه سنتين وادى اجازه للولاد وحاجات زي كده. فاذا كان في اسره حقيقيه النهارده وانت شاعره ان الاسره قد تتاثر بغيابي، انا ما عنديش مانع ان انا اخد اجازه طويله شويه واقعد مع اولادي. ان انا لو كان دخل الزوج كافي ان ما عنديش مانع اتخلى وهو يبدا يقوم بهذا الامر النهارده عشان ابدا اكون الاسره. لان هي الام على فكره هي الحقيقه هي الاسره المصريه. الام مدرسه ان عدتها اذا محمد بيلقي العيب الاكبر على الام. لا اطلاقا يعني لا بيلقي العيب الاكبر على الام ودورها الامور اللي طلعت بيها الام النهارده فتره اخيره مع التعليم، مع تحقيق الطموح، مع احتياجات الاسره، مع تطلعات الاسره للامور الماديه دون عن تحقيق العاطفه وتحقيق اللي هو الدفء الاجتماعي. كانت نتيجة حقيقية النهاردة أصبح في صراع. وبكرة وبعده بعد الصراع الكبير جدا، طب ما أنا حضرتك شغاله زيك ما تشوف انت اولادك وعيالك. وده اللي خلى ان الولد ما عندوش المرونه. أيوة على فكره يعني ده اللي خلى الجنه تحت اقدام الامهات. بالظبط يعني التربيه. امك ثم ابوك. والا لم يكن يتحدث شوقي غالبا، صح كده؟ لا، قال ام مدرسه ان عدتها عدتها شعبا طيبا. ايوه. وبعدين حضرتك المتابعه. بس الوقت بيدهمنا دكتوره رانيا. انا سعدت جدا بالحلقه رغم موضوعها، ولكن طبعا احنا في النهايه عايزه اوجه لحاجه ارجو من جميع مشاهدينا وجميع متابعينا، علشان نقدر نسيطر ونحمي من الانتحار. ابدا ابدا ما ننشرش اي فيديو خاص بالانتحار. عدم النشر وعدم تداول هذه الفيديوهات هي مسؤوليه المتلقي، بقى مسؤوليه الجمهور، مسؤوليتنا احنا المجتمعيه، اننا لا نتداول ولا ننشر ابدا اي فيديو لايف للانتحار، ولا نكثف اعلاميا لهذه الظاهره. وان شاء الله نحمي الجميع من الانتحار، ويكون في حلول دينيه واجتماعيه لهذه الحالة. ومهم رسالة على فكرة للمنتحر، انك انت حضرتك اذا كنت بتتخيل انك انت بتخرج من عذابات فهنالك عذاب اكبر. عذاب اكبر. وهنالك كمان انت بتخلف للناس اللي بتحبهم، ولا عايز تتخلى عشان عدم قدرتك على مساعدتهم. حالة من الخوف. يا ريت يفكر يعني في كل الاسباب. راجع نفسك كتير يعني. ويراجع نفسه قبل ما يقدم لا قدر الله على هذه الخطوة. دكتورة رانيا حسني بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذ محمد إسماعيل بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحضراتكم. أراكم السبت المقبل إن شاء الله. كانت معكم دعاء الجزار. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.